باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا الموضوع بتاعنا النهاردة سلمنا فصرنا نحمل. عشان نقدر نفهم كلمة سلمنا فصرنا نحمل عايزين نعرف السيد المسيح له المجد بعد القيامة وصعد إلى السماوات ظهر للقديس يوحنا في لاهوته بقى عشان تعرفوا مين اللي شايلنا دلوقتي. احنا شفنا السيد المسيح كإنسان عايزين نشوفه في لاهوته. هنحفظ الإصحاح الأولاني في 5 دقايق وبعدين نشوف بقى ازاي السيد المسيح حملنا على أجنحة النسور. أول حاجة في سفر الرؤيا كلمة إعلان، أنا هقوله أنتوا تقولوا معايا. أول كلمة إيه؟ لا تردوا عليها كلكم. أول كلمة إيه؟ إعلان. الإعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قبل. عايز يعرفنا حاجات هتحصل في سماها إعلان. بعدين قال له لأهمية هذا السفر، قال له طوبى لمن يقرأ. طوبى لمن؟ طوبى لمن؟ لا ما بتقولوش. طوبى لمن؟ ولمن يسمع، ولمن يسمعون كلنا بقى، ولمن يحفظون أقوال نبوة هذا الكتاب. يبقى 3 تطويبات للسفر ده عشان نعرف هو شايلنا ازاي على أجنحة النسور. الطوبة لمن؟ لا ما بتقولوش. أنا مش جاي أوعظ يا جماعة، يا تخرجوا حافظين يا باب أنا عملتش حاجة. طوبة لمن؟ ولمن؟ ولمن؟ أول كلمة في السفر إيه؟ إعلان. هو كان منفي في جزيرة اسمها بطمس بعد ما قعد يبشر الأمير دومتيان، خدوا حطوا في زيت مغلي، نزلت نطرة طفت النار، طلعوا من الزيت المغلي لقاه سليم، فنفاه في جزيرة اسمها بطمس بين تركيا وبين اليونان، جزيرة دي، وسابه هناك. فهو قال كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح. هنشوف يسوع هيجي له دلوقتي، صرت في الروح. هو هيروح لمين؟ ليسوع. احنا لما نفتح الكتاب المقدس يسوع ايه؟ يجي لنا. يبقى كنا فين؟ في الروح. انتوا دلوقتي كنتوا فين؟ في الروح. ما احنا دام بنقرا بقى طوبى لمن يقرا، انتوا بتقروا ايه؟ سفر الرؤيا اهو، اخدتوا اول تطويبه تسمعوه، خدتوا التطويبه الثانيه. يا بختكم انه قريتوا، يا بختكم انه سمعتوا، يا بختكم انك هتحفظوا. هتاخدوا 3 تطويبات النهاردة. قال كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. الله، هو صوته لما كان على الارض كان صوته زي صوت بوق ولا كان صوت عادي؟ كان عادي. طيب نشوف كده كان عادي ولا لا. فمعجزة اشباع 5000 رجل عدا النساء والاولاد، كانوا 5000 ايه؟ وكل واحد معاه مراته يبقوا كام؟ 10,000. لو معاه عيل بقوا كام؟ لو معاه عيلين بقوا كام؟ عمالين تدرسوا في مدارس احد انه اشبع
15,000 20,000، يعني جاب 20,000 رغيف. في فرن تقدر تديني 20,000 رغيف؟ يقدر يجيب 5 طن سمك؟ بندرس كده في مدارس احد، لما تقروا المعجزه دي يقول كان يسوع يكلمهم ساعات كثيره. بيكلم كم واحد؟ ساعات كثيره. طب ازاي هو كان يكلم 20,000 ساعات كثيره؟ يبقى صوته زي صوت ايه؟ يبقى في حاجه احنا في سفر رؤيا فهمناها، ان صوت يسوع يسمع في موعظة على الجبل عشرات الالاف. 4,000 رجل عدا النساء والاولاد قعد ما كلمهم 3 ايام. يبقى صوته زي صوت ايه؟ بوق. صوته زي صوت ايه؟ ما هو ما كانش يعرف الميكروفون، لكن هو عارف انه لما حد عايز يتكلم ويسمع عدد كبير يمسك ايه؟ بوق. لكن السيد المسيح ما كانش ماسك بوق وبيتكلم عادي زي ما انا بتكلم كده، واخر واحد واول واحد سامعه كويس قوي. يبقى صوته زي صوت ايه؟ بوق. يسمع من في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض. لما وقف عند قبر لعازر صرخ يسوع بصوت عظيم وقال لعازر هلما. جابوا منين؟ تحت الارض. كان فين؟ في الجحيم. جابوا منين؟ جابوا من الجحيم. يبقى صوته يوصل ايه؟ تحت الارض. مظبوط زي ما انت قلت كده، الجحيم. يبقى صوته يسمع من في السماء. طب جاب مين؟ جاب على جبل التجلي. جاب مين من السماء؟ ايليا. ايليا تعالى. ايليا نزل. يبقى صوته زي صوت ايه؟ بوق. اول كلمه في السفر ايه؟ ما بتردوش عليا. اول كلمه في السفر ايه؟ كان منفي في جزيرة اسمها، قال كنت فيه الروح وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت. انتوا ليه مش بتقولوا؟ نايمين ليه؟ صوتكم لازم يبقى اعلى من صوتي انا عشان اطمن ان الحاجة وصلت. صوته زي صوت ايه؟ بوق. قال طوبى لمن ولمن ولمن أقوال هذه النبوة. عشان كده قال لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع من في القبور صوت الله. كل اللي ميتين يسمعوا صوته؟ يبقى هو كان بيتكلم على الأرض، اللي في السماء سمعين واللي في القبور إيه؟ سمعين. بعدين القديس يوحنا قال التفت لأنظر هذا الصوت، فبتلفت كده لما شافه في لاهوته قال سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى عليا وراح مقومه. فشافه بقى في المنظر ده اللي احنا عايزين نحفظه دلوقتي. شافه شعره لونه، هو شكله شبه انسان، ابن انسان، بس شافه في لاهوته. 5 اوصاف في الوش. شعره لونه ابيض لانه ابدي ازلي. شعره لونه ابيض. شعره لونه خارج من عينيه لهيب نار. مش كلكم خدام؟ ده اجتماع خدام؟ ها؟ ده اجتماع شباب؟ اجتماع شباب ده. خارج من عينيه لهيب نار، لما نزلت الروح القدس في اليوم 50 على التلاميذ نزلت كألسنة ايه؟ وقف ورا العليقة يكلم موسى النبي. موسى النبي لقى العليقة مشتعلة والنيران تشعل جواها. بعدين قرب قال أميل لأنظر هذا المنظر، سمع صوت يسوع بيقول له أنا إله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اخلعنا عليك يا موسى لأن الأرض التي أنت تقف عليها أرض إيه؟ يبقى عينيه خارج منها إيه؟ شعره لونه خارج من عينيه. صوته زي صوت مياه كثيرة. لما جه يكلم السامرية قال لها من يشرب من مية البير دي يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش أبدا. يبقى صوته زي صوت إيه؟ مياه كثيرة. ونفهمها هنا على المنجلية دي في القداس. مثلا النهاردة الجمعة، الإنجيل اللي اتقرى النهاردة هنا في العذراء الزيتون اتقرى في ماري مرقس، اتقرى في ماري جرجس، اتقرى في اسكندرية، اتقرى في أسوان، اتقرى في إنجلترا، اتقرى في أستراليا، كله بيقرى نفس الإيه؟ الإنجيل. والإنجيل ده كلام مين؟ كلام يسوع. يبقى صوته زي صوت ايه؟
مياه كثيرة. يبقى شعره لونه خارج من عينيه، صوته زي صوت، خارج من بقه سيف ماضي، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ماضي ذو حدين. يبقى عايز يعرفني إن كلمة ربنا زي الإيه؟ زي السيف. يبقى شعره لونه خارج من عينيه، صوته زي صوت، خارج من بقه. خلوا بالكم، في الأول سمع صوته زي صوت بوق، دلوقتي شايف صوته زي صوت إيه؟ مياه كثيرة. بيكلم الخمس آلاف رجل عدا النساء والأولاد، بيشبعهم ساعات كثيرة، بيترووا كلهم. وشه مضيء زي الشمس، ده المنظر اللي شافه بطرس ويعقوب ويوحنا على جبل الإيه؟ على جبل التجلي. يبقى خمس أوصاف في الوش، بعدين متسربل بتوب لغاية الرجلين، علامة التجسد الكامل والوقار والحشمة. متسربل بتوب لغاية، متسربل بتوب لغاية، ردوا عليا. ايه ده؟ ده انا بروح لناس عواجيز بيردوا عليا اكتر منكم. انتوا صايمين؟ واكلين فول النهارده؟ طب ما انتوا واكلين امبارح لحمه. متسربل بتوب لغايه، متمنطق بمنطقه من ذهب عند ثدييه. كلام يسوع ذهب، العهد القديم والعهد الجديد، واحنا بنتغذى من العهد القديم والعهد الجديد. يبقى متسربل بتوب لغايه، متمنطق بمنطقه من عند العهد والعهد الجديد. رجلاه مثل النحاس النقي المحمى في اتون النار. لما نزل وقف على جبل موسى، الجبل كله دخن وولع، طهر الجبل بقى. اول ظهور عشان يكلم موسى النبي، الجبل كله دخن وايه؟ وولع. يبقى رجلاه مثل النحاس النقي المحمى في اتون النار. ثلاث اوصاف في الجسم، متسربل بتوب لغايه، متمنطق بمنطقه من عند العهد، رجلاه مثل النحاس نقي المحمى في اتون النار. ثمان اوصاف دلوقتي، قربنا نخلص الاصحاح الاولاني. شعره لونه خارج من عينيه، صوته زي صوت، خارج من بقه، وشه مضيء زي شمس، متسربل بتوب لغايه، متمنطق بمنطقه من عند العهد، رجلاه مثل النحاس حمى في اتون النار. ماسك في ايده اليمين سبع كواكب، الانبا انطونيوس كوكب البريه. يبقى ماسك سبع اساقفه، ماسكهم في ايده اليمين. يبقى ماسك الكهنه في ايده ايه؟ اليمين. يبقى ماسك الشعب في ايده ايه؟ اليمين. ولا يستطيع احد ان يخطفهم من يدي. يبقى ماسك في ايده سبع، ماسك في ايده سبع، صوتك واطي قوي ليه كده؟ ماسك في ايده سبع، وماشي في وسط سبع مناير ذهبيه. هنا بقى حملتكم على اجنحه النسور. ماشي في وسط سبع مناير، المناره دي تبقى فوق ايه؟ فوق ايه المناره؟ كنيسه. يبقى ماشي في وسط سبع كنايس، رقم سبع على رقم الكمال، يعني بيحمي كنايس العالم كلها. ان لم يبني الرب البيت، وان لم يحرس الرب المدينه، ايه اللي حارس كنايسنا؟ يبقى ما ماسك في ايده سبع كواكب وماشي في وسط سبع. قال له انا الالف الاول البدايه. خلصنا الاصحاح الاولاني، نقولها بقى من الاول. اول كلمه في السفر ايه؟ أول كلمة في السفر إيه؟ إعلان. قال كنت في الروح في يوم الرب، كان منفي في جزيرة اسمها إيه؟ بطمس. سمعت ورائي صوتا عظيما كصوت، التفت لأنظر هذا الصوت، شاف السيد المسيح، شعره لونه خارج من عينيه، صوته زي صوت، خارج من بقه، وشه مضيء زي، متسربل بتوب لغاية، متمنطق بمنطقة من عند العهد، رجلاه مثل النحاس النقي محمى في اتون النار. ماسك في ايده سبع، ماسك في ايده سبع، وماشي في وسط سبع. قال له انا الالف الاول البداية. خلصنا الاصحاح الاولاني، اصعب اصحاح في سفر الرؤيا. ينقسم سفر الرؤيا لاربع اربع سبعات، سبع كنايس، سبع رسائل للسبع كنايس،
ودي جايالي انا بقى وجايه لحضراتكم. هناخد منهم النهارده رساله ملاك كنيسه فيلادلفيا اللي شالنا على اجنحه النسور. 7 كنايس، 7 ختوم، 7 مراحل بتعدي فيها الكنيسه، 7 ابواق، انذارات، 7 جامات، الضربات الاخيره. في الابواق هيشيل تلت الارض، تلت البحر، تلت الانهار، تلت الشمس، هيشيل التلت التلت التلت، ولم يتوبوا الناس عن اعمال ايديهم. في الجامات هيشيل كل الارض، كل البحر، كل الانهار، كل الشمس. خلاص ده نهايه العالم بقى. يبقى السفر بتكون من 4 ايه؟ سبعات، 7 كنايس. نرسم الصليب مع بعض. 7 كنايس، 7 ختوم، 7 ابواق، 7 جامات. كل رساله بتتكون من 7 عناصر. اول حاجه يقول له هذا يقوله، انا مين؟ بعدين 3 بحرف العين، انا عارف اعمالك، عندي عليك. بعدين يديله علاج، يبقى عارف عندي علاج. اول حاجه يقول له هذا يقوله، لما يجي خادم يكلم ابنه او اب يكلم ابنه او ام تكلم بنتها تقول لها انت عارفه مين انا؟ مين انا؟ ايه انا؟ امك. ممكن واحد مثلا شاب بيسهر بره كتير وابوه زعلان، ممكن اول ما يخش ياخده جزء اللام. غلط، لازم ياخده بشويش كده يقول له انت عارف انا مين؟ انا ابوك اللي بحبك. يبقى عارف ايه؟ هذا يقوله. بعدين هيخش عليه بقى عارف اعمالك، عندي عليك. وبعدين يديله ايه؟ علاج. بعدين 3 بحرف ليه؟ يشجع، يغلب، يسمع. يشجع يقول له لو غلبت تأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، لملاك كنيسة أفسس. آخر ملاك قال لو غلبت من يغلب سأجعله يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. كلنا لو غلبنا في العالم ده، جهدنا وغلبنا الخطية، نتأكد تماما أن احنا هنقعد معاه فين؟ في عرشه. طب عرش يسوع فين؟ انتوا غلبتوا قبل كده؟ انتوا غلبتوا ولا مغلوبين على طول؟ ها؟ انتوا ايه؟ انتوا غالبين ولا مغلوبين؟ مغلوبين؟ يا خطيتك خاطر. انتوا ايه؟ غالبين؟ غالبين بدم الحمل، هم غلبوه بدم الحمل. بتاخدوا دم الحمل فين؟ ها؟ في سر؟ في سر التناول. يبقى من يغلب سأجعله يجلس معي في عرشي. عندنا حاجة على المذبح هنا اسمها كرسي العرش، بيتحط فيه الكاس والصينية، تحط فيها الايه؟ الجسد. يبقى أنا لما بخش أتناول بقعد معاه فين؟ في عرشه. وبعدين يقول لي من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. يبقى المسيح دلوقتي له المجد ساكن فين؟ ساكن جوايا. عارفين القوة اللي انتوا خدتوها بقى لما يكون المسيح ساكن جواك؟ لو عايز تنقل جبل هتنقله، لأنه مين اللي جواك دلوقتي؟ طب ليه احنا ما بننقلش؟ عشان احنا مش فاهمين. لو احنا فاهمين بقى ان من يغلب سيجلس معي في عرشي، وهو يصلي في يوحنا 17 كده يقول ايه؟ ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا. عمانوئيل الهنا ايه؟ عمانوئيل الهنا فين؟ في وسطنا ايه؟ الان اذا اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك اكون فين؟ يبقى هو موجود فين دلوقتي؟ يعني انا لو ما اشتغلت الصح على طول يقول لي عندي عليك. يعني انتوا لو ما حفظتوش يقول لي ايه؟ عندي عليك. اتفقنا بقى دلوقتي ان ايه؟ 7 رسائل تتكون من 7 عناصر. عشان تعرفوا تربوا اولادكم وتتعاملوا في حياتكم لازم تدرسوا اصحاح 2 و3 في سفر الرؤيا كويس جدا. اذا ما درستوش الاصحاحين دول كويس جدا، اعرفوا انكم انتوا هتتصرفوا من عقلكم ومن خبرتكم وغالبا هتعملوا حاجات غلط. يبقى اول حاجه احنا حفظنا دلوقتي ايه؟ الاصحاح الاولاني في سفر ايه؟ في سفر الرؤيا. نيجي لرساله الى ملاك كنيسه فيلادلفيا.
يقول له هذا يقوله، أول ما يخش عليه يقول له هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، أنا أفتح ولا أحد يغلق، وأغلق ولا أحد يفتح. شفتوا باب السماء مفتوح يا شباب؟ شفتوا باب السماء مفتوح؟ محدش شاف باب السماء مفتوح أبدا؟ فين؟ برافو عليك. لما يجي أتسابونا يفتح ستر الهيكل، يفتحه من اليسار إلى اليمين ويقول له اجعل يا رب أبواب سمائك مفتوحة أمامنا طول أيام حياتنا. لما بيفتح ستر الهيكل هنا وبعدين يجيبوا الحمل بقى ثلاث قربانات أو خمسة أو سبعة، جرس الكنيسة يبتدي يضرب عند تقدمة الحمل فقط، مش يضرب لما نفتح باب الكنيسة. يضرب امتى الجرس؟ وابونا بيقدم بيستلم الحمل من القربني ويبتدي يختار واحدة من الحمل، عشان ده اللي هيكون جسد مين؟ جسد السيد المسيح له المجد. يبقى هياخد جسد السيد المسيح هيحطه في الصينية والدم يحطه في الكاس. بقى مين دلوقتي بعد مين اللي على المذبح بعد سر حلول الروح القدس؟ مين اللي على المذبح دلوقتي؟ طيب ابونا لما يجي في بعد حلول الروح القدس طول القداس يقول البركة والسلام لجميعكم ويلف ويرشمنا بالصليب. بعد حلول الروح القدس يجي ابونا يبقى واقف كده ويقول البركة والسلام لجميعكم ويعمل كده. طب عمل كده ليه؟ ليه ما عملش زي كل مرة؟ ها؟ ما تردوش عليها ليه؟ عشان مين اللي بارك؟ برافو عليك. اللي بيبارك بقى دلوقتي مين؟ السيد المسيح له المجد. مين اتناول النهارده؟ مين اللي ناولك؟ مين ناولك؟ ابونا مين؟ ابونا مين؟ مش هنا؟ اوكي. لا يعني ناولك ابونا. لا، اللي ناولك مش ابونا. اللي ناوله مين؟ مسيح. ده بيقول خذوا كله هذا هو جسدي. انت كلت جسد ابونا؟ تاكلوا جسد ابونا ولا جسد يسوع؟ بعد حلول الروح القدس خلاص اللي هيناولني مين؟ يعني حد سالك مين اللي ناولك النهارده؟ تقول له المسيح على طول له المجد. يبقى احنا عندنا كنز بس احنا مش فاهمين. يبقى نركز بقى مع بعض ان هو في سفر الرؤيا دلوقتي نقلنا نقله يقول كما في السماء كذلك كل ما هو موجود في السماء. نقله فين؟ كل سفر الرؤيا ماشي كده. فنبص بقى نقول هذا هو هذا يقوله الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. بعد موت السيد المسيح له المجد، انتوا عارفين طبعا في لحظه الساعه 9 اسلم الايه؟ اسلم الروح. نزل الى الجحيم عشان يطلع كل أبائنا القديسين فقط، الأبرار والقديسين. فمعلمنا بولس يقول في أفسس الصعد إلى العلاء سبي سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل إلى أقسام الأرض السفلى وأخذ أرواح القديسين الذين رقدوا على رجاء القيامة. في اللحظة دي قام كثير من أجساد القديسين ودخلوا المدينة بعد قيامته. يبقى الناس دول كلهم كانوا فين؟ كانوا فين؟ في الجحيم. كانوا قاعدين على رجاء الايه؟ القيامة. في شوية منهم طلعوا الفردوس وشوية دخلوا المدينة بعد ايه؟ بعد قيامته. يعني ممكن واحد يكون بقاله 40 يوم مثلا واحنا بنصلي الـ40 بتاعه ولقينا الراجل ده ايه؟ ابو فلان ده او ابويا داخل علينا بيخبط الباب وانا بابا داخل عليا. قام كثير من اجساد القديسين ودخلوا الايه؟ المدينه. عايز يثبت لنا حقيقه الايه؟ حقيقه القيامه. الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. لما جيت تنين سقط من السماء
في حرب حدثت في إصحاح 12 سفر رؤيا بين ميخائيل وملائكته والتنين وملائكته، فطرح التنين وملائكته إلى الأرض. فالسيد المسيح عشان يريحنا منه خالص نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، قيد التنين الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان، له أربع أسماء: تنين، شيطان، حية، إبليس. نقولهم مع بعض بقى لأن ده أحد العلامات المهمة في تاريخ الكنيسة. تنين، شيطان، حية، إبليس. نقولهم بقى مع بعض كده. تنين، شيطان، حية، إبليس. تاني؟ شفتوا العلامة دي قبل كده؟ يبقى لما يعمل كده أقول له أنت اسمك إيه بقى؟ تنين، شيطان. كل أعماله هتبقى كده، وده اللي هنشوفه في الختم الرابع إن شاء الله. رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهوية وسلسلة عظيمة على يده، رمز طبعا، قبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان. يبقى احنا عرفنا أنه له أربع أسماء من رؤية 20 هنا، وقيده ألف سنة الملك الألفي وألقاه في الهوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد. إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون إيه؟ أحرارا. بعدين جه قال لنا بقى إيه؟ إن لم يربط القوي لا يستطيع أحد أن ينهب أمتعته. فعشان يطلع أبائنا دول كان لازم يكتف الإيه؟ التنين ده الملك الإيه؟ الملك الألفي. طبعا إحنا ممكن تسألوني طب لما هو مقيد أمال المشاكل دي جاية ليه؟ لأن هو لما حدثت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته والتنين وملائكته، فلقينا التنين جر تلت نجوم السماء معاها على الأرض هنا. هنا قبض على مين؟ على التنين. وفاضل مين؟ دول بقى اللي شفناهم دخلوا في البشر أرواح إيه؟ أرواح شريرة. تروح في مولد ماري جرجس تلاقوا بالعشرات رايحين عشان أبونا يصلي عليهم يطلع الأرواح الشريرة. الأسئلة في الآخر. أو أبونا مكاري يونان مثلا بتشوفوه إزاي بيصلي على اللي عليهم أرواح شريرة وتلاقيها صرخت وصوتت. إحنا طبعا عايزين نشوف أمثلة بقى. إزاي السيد المسيح حملنا على أجنحة النسور؟ أول حاجة إنه نقلنا من الجحيم إلى الفردوس، أول حاجة شلنا فيها. كل آبائنا في العهد القديم، أبونا آدم، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، داود، الأنبياء كلهم بقى، أشعياء، أرميا، حسقيال، دانيال، ميخا، ملاخي، عموس، عبيد، يهوشع، حج، حبقوق، نحوم، باروخ، يونان، يوئيل، زكريا، صفانيا، كل دول لما ماتوا راحوا فين؟ راحوا فين؟ جحيم. طب احنا لما ننتقل نروح فين؟ نروح الفردوس. يبقى في ناس في العهد القديم شافوا الجحيم مرة وشافوا الايه؟ الفردوس مرة. يبقى أول حاجة حملتكم على أجنحة النسور إن احنا دلوقتي اللي ينتقل يروح فين؟ اللي ينتقل يروح فين؟ الفردوس. انتوا ليه مش بترد علي؟ اللي ينتقل يروح فين؟ يبقى مين خد نعمة أكتر؟ احنا. طيب إليه هتناول؟ طب إليش هتناول؟ طب موسى تناول؟ أرميا تناول؟ طب هو جه على بق أرميا كده وراح حاطط ايده كده قال له لا تقل اني ولد، كل ما امرك به انت تروح تقوله. لمس ايه؟ لمس شفايفه. جه اشعيا قال له انا نجس الايه؟ الشفتين. فامر ملاك خد جمره منين؟ من على المذبح ومس بيها شفايف اشعيا عشان يطهرها. يبقى لمس بق ارميا وطهر شفايف ايه؟ اشعيا. طب واحنا؟ ها؟
دخل جوانا اكلناه بقى. يبقى مين خد نعمة اكتر؟ اما الناموس فبموسى، اما النعمة والحق. يبقى مين خد نعمة اكتر؟ مين خد نعمة اكتر؟ مين يتحاسب اكتر؟ فرحانين او انتوا؟ يبقى احنا اللي هنتحاسب ايه اكتر. عشان كده احنا نبص كده نلاقيه في مثل الجداء والخراف، خد الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، وقال للي عن يمينه بقى تعالوا الي يا مبارك يا ابي، رسوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. بس في حاجات بقى لازم نعملها، ست حاجات: جعان عطشان عريان غريب مريض محبوس، عشان اقدر اخش مع اللي على اليمين دول. لان جه اللي على الشمال قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين، لاني كنت جوعانا لم تطعموني، عريانا لم تكسوني، عطشانا لم تسقوني، غريبا لم تأووني، مريضا لم تزوروني، محبوسا لم تأتم إلي. قالوا احنا ما شفناكش قبل كده. قال لهم كل ما لم تفعلوه بأحد اخواتي الأصاغر يبقى حضراتكم بقى اذكر خالقك في أيام. طب ولو ما ذكرتوش في أيام شبابي وأنا بتناول واخد جسد ودمه، يبقى الحساب ايه؟ حساب كبير. يبقى اول حاجة هنا نحفظ بقى الست حاجات دول، عشان هو هيحملنا على اجنحة النسور وياخدنا كده على ركبتيه لو احنا عملنا الست حاجات دول: جيم عين عين غين ميم ميم. تاني: جيم عين عين غين ميم ميم. جيم جعان، عين عطشان، عين عريان، غين غريب، ميم مريض، ميم محبوس. تاني بقى: جيم عين عين، جيم ماشي نقولهم بقى: جيم عين عين غين ميم ميم. نيجي المثل الابن التائب. الولد ده بنسميه الابن الشاطر لانه قام لوحده، فالكنيسه حطته في ترتيب احاد الصوم الكبير. نقول الحد الاولاني حد الكنوز، الحد الثاني حد التجربه، الحد الثالث. اشمعنى ده بقى جه على طول بعد حد التجربه؟ يبقى انا اخد سر التناول في الكنوز، توقع بقى ان هتيجي التجربه. التجربة اللي هتجيلك أشكالها مختلفة. أصعب حاجتين فيهم الفلوس، وبالنسبة للشباب مثلا البنات، وبالنسبة للبنات الولاد. أصعب تجربة، تجربتين بيجوا علينا احنا. عشان تنهوا هذه التجربة تماما أقول لكم أبائنا الكهنة علمونا إيه. أنا شفت واحدة حلوة جدا ومنظرها ملفت قوي، وابتدت عينيها تروح ناحيتها. اول حاجه تعملها ايه؟ تقول انا تراب ودي ايه؟ تراب. بس تراب لابس ايه؟ لابس هدوم. بصلها بعد 60 سنة تقرفوا تبصلها. شوفوا اي واحده من اللي انتوا شفتوها كده وكانت ملكه جمال، شوفوها في سن 60 و70 سنة بقت ايه؟ تراب. يبقى عشان تخلص القصة دي على الشيطان على طول، أول ما تلاقي نفسك أو تلاقي نفسك شايف حاجة مبهرة قوي، أول حاجة تقول إيه؟ أنا إيه؟ واللي قدامي ده إيه؟ لبس ذهب، لبس ألماز، ركب مرسيدس، ركب بي إم، ده مين؟ تراب. يبقى خلصنا القصة دي. عشان كده الولد ده فاق لوحده وقال أقوم الآن، لكن السامرية ما كانتش قادرة تروح لوحدها، فعملناها لحد الايه؟ الرابع. بس عشان السيد المسيح يعلمنا حاجة مهمة جدا، مشي مسافة طويلة، سافر مسافة طويلة عشان يروح للسامرية دي عشان يحملها على أجنحة الايه؟ النسور. طب لما راح لها السامرية دي قال لها اذهبي ادعي ايه؟ زوجك. قالت له ليس لي. هي اعترفت كده؟ لا، ما يمكن تبقى أرملة.
يمكن تكون ما اتجوزتش من اساسه. اذهب ادعي ايه؟ زوجك. ردت عليه قالت له ايه؟ ليس لي زوج. قال لها حسنا انت ما كذبتيش يا حبيبتي، حسنا قلت، كان لك 5 أزواج والذي لك الآن. هي بتبص له كده بتعمل له كده. قال لها هذا قلت بالصدق. يبقى مين اللي اعترف لها؟ مين اللي اعترف لها دلوقتي؟ هو اللي قال لها. قالت له أرى أنك نبي على طول. ما خلاص بقى، ده قال لها كل حاجة في حياتها. والذي لك الآن اللي أنت جاي تاخدي له المية ده ليس إيه؟ ليس زوجك. يبقى رايح عشان يشيلها. يبقى السيد المسيح بيشيلنا حتى لو كنت أنا مرتكب أصعب خطية موجودة في الوجود. هيشيلني على أجنحة، هيشيلني شيل كده. بس عايزني إيه؟ أروح له وأتوب. يبقى اعتراف وتوبة. عشان كده الأب هنا قال اخرجوا الحلة الأولى، لبسوه أبيض، وضعوا خاتما في إصبعه، ختم الروح القدس، واجعلوا حذاء في رجليه، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، واسبحوا له العجل المسمن. خليه يخش يتناول. يبقى سر التناول عندنا في الكنيسة الأرثوذكسية هدف، وعشان أوصل له لازم سر الميرون، سر التوبة، توبة نهائية، مش توبة وارجع اغلط تاني، توبة واعتراف وبعدين تناول. يبقى لازم اتوب توبة حقيقية، عشان لما ابونا ادم اخطأ السيد المسيح قال هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والان لعله يمد يده ويأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. فراح مطلعه بره. اول مكافأة لاول ملاك في الكنائس السبعة اللي احنا اخذنا منهم ملاك كنيسة فيلادلفيا دي، قال له من يغلب سأجعله يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. اللي اتحرم منها مين؟ يبقى رد لي المكافأة اللي اتحرم منها مين؟ ابونا ادم. طب انا باكل من شجرة الحياة، شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، اللي هو مين بقى دلوقتي؟ اللي هو مين شجرة الحياة؟ وحياة أبدية لمن؟ ما قال لهم اهو، لعله يأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد. أبونا يقول وحياة أبدية لمن؟ كلتوا من شجرة الحياة؟ كلتوا من شجرة الحياة؟ فين؟ شفتوا باب السماء مفتوح؟ فين؟ يبقى لازم نبقى فاهمين لما بخش الكنيسة بقى عيني في عين مين؟ عيني في عين يسوع على طول. طالما السيد المسيح على المذبح يبقى الكنيسة كلها مليانة ملائكة ومليانة ايه؟ قديسين. أنا كنت في كنيسة الأنبا بولا وأبونا إبراهيم قاعد معايا كده وأنا بتكلم، وبعدين بقول الكنيسة مليانة ملائكة، قال لي استنى بقى. أنا كنت شماس مع قداسة البابا كيرلس، وجاي الدور عليا عشان ارد المرد بتاعي، فجيت عند المذبح كده وحطيت ايدي كده ومسكت الميكروفون، لقيت سيدنا البابا كيرلس بيعمل لي كده، بيقول لي رجعت، اتخضيت ورجعت ورا كده ورديت المرد وابتدى يكمل القداس. جيت الدور عليا ارد تاني، جيت عند المذبح كده وعملت كده، بصيت لقيته بيعمل لي كده، ايه الحكايه دي؟ فبعد ما خلص القداس راح لسيدنا البابا كيرلس السادس ربنا ينحي نفسه، قال له انت زعلان مني يا ابي ولا ايه؟ قال له تعالى يا حبيب ابوك هنا ازعل منك ازاي؟ قال له طب ليه عملت لي كده مرتين ثلاثه؟ ضحك، قال له اصل المذبح كله مليان ايه؟ ملائكه، فانت لما بتيجي كده الملائكه ايه؟ بتتحرك. هو مين شايفهم؟ السيد المسيح للمن. كان عندنا في كنيستنا واحده كبيرة اسمها مدام جوزيفين، كان يعدي عليها أبونا شنودة أخو الأنبا بطرس بتاع دير بطمس، ياخدها بيت المعوقين اللي في عرابي، يعدي عليها الساعة 5 الصبح ويصلي القداس هناك. كل الكنيسة معوقين ما عدا المعلم وشماس الهيكل، والباقيين كلهم العيال حافظين ويردوا، بس صوتهم طبعا اللسان ما بيطلعش. فبتقولي عشان بصحى بدري قوي جيت قعدت في اول كنبه كده وبعدين نعست، بصيت لقيت ايه؟ حد يخبط على كتفي كده خبطه خفيفه كده، بفتح عينيا كده لقيت واحده جميله قوي ما بحلق فيها كده، لقيتها حضرة مريم. تقول لي قومي صلي، قومي صلي. تقول لي انا نطيت طول القداس انا واقفه والعذراء ايه
واقفة جنبي لغاية لما دخلت اتناول خرجت ما لقيتهاش. يبقى الكنيسة مليانة ايه؟ ملايكة. حملتكم على أجنحة النسور، احنا بنشوف الملايكة معانا بقى من لحظة ما باخد سر الميرون وتحل عليا ايه؟ الروح القدس. عشان كده السيد المسيح قال لنا من يغلب سأجعله يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. قال لأبونا إبراهيم ايه؟ اذهب من أرضك وعشيرتك، أنا هجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنوك ألعنهم. جعل أمامه بابا ايه؟ مفتوحا. شاله على أجنحة ايه؟ النسور. لغاية لما غلط أبونا إبراهيم وأنكر إن سارة مراته قال دي أختي، اللي أنقذه مين؟ اللي أنقذه ربنا. جه الفرعون قال له دي امرأة لرجل، وإن ما رجعتهالوش هيكون عليك العقوبات، واداله بقى موت ليك ولأحفادك. قال له لا 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 لا، أنا رجعها له واديله عليها كمان هدايا. يبقى احنا هنا شفنا أبونا إبراهيم ربنا حمله على أجنحة النسور. لما حب أبونا إبراهيم يجوز إسحاق قال لإليعازر الدمشقي اللي هو الرجل الكبير اللي كان بيخدمه، قال له روح اختار لي زوجة لإسحاق عشان تشوفوا لما تيجوا تختاروا كل واحد زوجة أو أنت تختاري لنفسك شريك حياة، لازم نشوف ربنا بيتصرف إزاي عشان يشيلنا. لو خدت قرار يعني ممكن واحد تخيش في دماغه واحدة أبوه يقول له لا ما تنفعكش، يقول له هي دي هاخدها هاخدها. ما ينفعش ما ينفعش، لازم تقدم وتقدمي مشيئة الله. إذا حطيتي مشيئة الله وراكي يبقى روحتي في داهية. واحدة راحت لسيدنا البابا كيرلس وكان متقدم لها اتنين، واحد جميل جدا وبيحط برفاناته وجزمته متلمعة على سنجة عشرة، واحد أسمراني ودقنه مش محلوقة كويس فراحت خدت الاتنين وقالت له يا سيدنا ايه حط لي الورق ده على المذبح. بعد ما صلى قالت له اختار لي واحد منهم، فبص لها وضحك كده قال لها يا بنتي روحي، لا ده هينفعك ولا ده ايه هينفعك. راحت معيطة قال لها ليه بتعيطي؟ مش انت سالتيني؟ قالت لا اختار لي واحد من الاثنين. فراح مختار طلع الايه؟ الاسمراني ده اللي مدهول على عينه ده. راحت معيطه اكتر، قال لها انا مش قلت لك. راحت اتجوزته، شافت المر طول عمرها من ضرب السكر القعده على القهوه كل ما تتخيله. يبقى لازم اقدم مشيئه ايه؟ مشيئه ربنا. فيجي العازر الدمشقي عايز سلمنا فصرنا نحمل. قال صلى قال ايها الرب اله سيدي ابراهيم، انت اللي بيصلي لك سيدي ابراهيم. ده العازر الدمشقي بيشوف ابونا ابراهيم بيصلي باستمرار. يسر لي اليوم واصنع لي لطفا الى سيدي ابراهيم، فليكن ان الفتاه التي اقول لها تعالي اسقيني اسقيني واسقي جمالي تبقى هي دي اللي انت ايه اخترتها. فبص لقى ايه؟ واحده جايه له كده. فليكن ان الفتاه التي اقول لها اميلي جرتك لاشرب فتقول اشرب وانا اسقي جمالك ايضا هي التي عينتها لعبدك اسحاق، وبها اعلم انك صنعت لطفا الى سيدي. لما جت رفقه وسقت له الجمال وسقته عرف ان دي علامه منين؟ من ربنا. يبقى لازم يكون لي علامه ايه؟ من ربنا. عشان كده لما مسكوا فيه أهل رفقة عشان يقعد قال لهم إله سيدي إبراهيم. إله سيدي مين؟ إبراهيم. الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي، إذ كنت وأنا في الطريق هداني الرب إلى بيت إخوة إيه؟ إخوة سيدي. يبقى مين اللي شايلنا دلوقتي؟ ربنا. وبيكمل بقى وبيقول لهم ربما لا تتبعني المرأة، فقال لي أن الرب. أبونا إبراهيم بقى بيقول له قبل ما يطلع، هو بيقول لهم ده سيدي قال لي إيه؟ أن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. يرسل إيه؟ ملاكه. يبقى أبونا إبراهيم متأكد أن أليعازر الدمشقي ده ماشي وقدامه إيه؟ ملاك.
فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت أبي. نيجي مثلا لواحد زي ايه؟ زي يشوع. ربنا يكلمه ويقول له ايه؟ لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك. وبعدين يوصيه بقى وصية في غاية من الاهمية ان احنا نهتم بيها شوية. يقول له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. تحفظ السفر الشريعة ده عشان تمشي حسب كل الوصايا اللي مكتوبة ايه فيه، يعني ما تمشيش براه. ما تقولش انا رأيي الشخصي كده او رأيك الشخصي كده، لا، تتحفظ العمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لانك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. ده بالامر، اما امرتك على طول كده. يبقى انا ما عنديش غير ان انا امشي زي ما ربنا كلم يشوع كده، وبعدين يقول له ايه؟ تشدد، تشجع، لا ترهب، لا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. تشدد، تشجع، لا ترهب، لا ترتعب. اشتغلت في مصر معاك، اشتغلت في دبي معاك، اشتغلت في أمريكا معاك، لأن الرب إلهك معك حيثما ايه؟ أي مكان هتروحي فيه هو هيكون فين؟ معاك، شايلك ايه؟ على أجنحة النسور. بس بشرط ايه؟ لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. عشان كده احنا نقول في المزمور الأولاني الدستور بتاعنا كلنا: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين، لكن في ناموس الرب وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، اللي هو قايلوله هنا. يبقى نخلي بالنا بقى ان احنا عشان ربنا يبارك حياتنا ويوسع رزقنا ويسهل لنا كل حاجة، في بعض الأحيان أنتوا بتعملوا كشباب بتعملوا أخطاء غير مدروسة. عايزين تعملوا فرح، والفرح يبقى في الكنيسة هيحل الروح القدس، وصار الإثنان إيه؟ جسدا واحدا، وتسلم يا عريس عروسك، وضعوا الأكاليل يا كهنة عمانوئيل. تمام تمام. بعد الفرح نعمل إيه؟ الحفلة. الله عليكم. وفي الحفلة بقى يجي بقى ابني يقول لي ايه؟ بص بقى بابا، انسانة بقى، ايه هتعمل ايه؟ هنجيب دي جي بقى ورقص بقى. طب ده بقى يبقى انا خرجت بره دي. الشعب المصري يحب الرقص، ماشي، ده الشعب المصري. لكن اولاد يسوع ايه بقى؟ اباركك مباركة واكسر نسلك. لا تتخيلوا، انتوا بتتصرفوا من غير ما تحسبوا. بعد كده ممكن الخلف يتأخر سنة واثنين وتلاتة وعشرة، وتجروا على كل الكنائس وكل الأديرة ومفيش نسل، لغاية لما يخليكوا خلاص يسويكوا كده عشان ايه؟ يديك البركة بعد كده. ما يفوتش حاجة أبدا. مشيت معاه يباركك مبارك، مش هتمشي معاه مش هيبارك نسلك. الحفلة الأغاني يا بابا، الأغاني اللي بتتغنى أغاني العالم، رتلوا، سبحوا، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. بعض الناس يجيبوا إيه؟ خمور. كنت حاضر فرح، وبعدين ابني بيقول لي فرح مسيحي يعني بعد الحفلة في لوكاندا من لوكاندات، وجاي مايل عليا كده بيقول لي يا بابا أنت شامم ريحة حاجة غريبة كده. قلت له أه، دي ريحة إيه؟ قال لي دي شكلها ريحة حشيش. شوف وصلنا لإيه بقى؟ تخيلوا بقى وصلنا لإيه؟ مش بس خمور، لا، وكمان يبقى ناخد البركة إزاي؟ يبقى ما نقدرش نتوقع كده. يعقوب لما خرج هربان من عيسو شاف حلم وسلم منصوب على الأرض، ده غلطان، يعني خد البكورية بخدعة، بس اتزل فيها مزلة. ربنا عشان يطمنه شاف سلم، رأى حلما وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسه يمس السماء وهو زي ملائكة الله صاعدة ونازلة. شاف السلم ده والملائكة طالعة إيه؟ نازلة.
صعب على ربنا، انا ببقى غلطان وهو شايلني على اجنحة النسور، بس لازم العقوبة، لازم ايه العقوبة؟ لازم تيجي. اشتغل 7 سنين عشان يتجوز مين؟ رحيل. كانوا يلبسوهم خيم زي اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي كده، خدها بالخيمة بتاعتها، دخل الصبح بيبص كده ما لهاش رحيل، لها مين؟ لها ليئة. او زي ما خدعت اخوك اشرب بقى، اول خدعة. تاني خدعة، بعت يوسف قال له روح شوف اخواتك اتأخروا ليه، جابوا له قميص غرقان دم، قالوا له انظر القميص ده، قال لهم ده قميص يوسف ابني، اكلوا ثعلب، اكلوا ايه؟ هذا القميص اهو. بكى وناح ويوسف كان ميت. ادي تاني خدعة. يبقى اوعوا تفكروا اللي احملكم على اجنحة النسور، رغم ان كنتوا او انا، رغم ان انا بغلط، لكن انا متأكد لو انا عملت الخطية وانا او دخلت في مشروع او دخلت في عمل ما كنتش واخد رأي ربنا، هو بيصلح لي ويرجعني تاني ويشني على اجنحة الايه؟ على اجنحة النسور. عشان كده يقول ابونا يعقوب يكون نسلك كتراب الارض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا وتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الارض، وها انا معك واحفظك حيثما تذهب، زي ما قال لي يشوع. بيقول ايه؟ اذا كان هو بيقول لابائنا في العهد القديم كده، امال احنا يقول لنا ايه؟ احنا يقول لنا ايه؟ حد يقول لي كده هو قال لنا ايه؟ ها انا معكم كل والى، لان هو ساكن فين؟ ساكن فين؟ ساكن فينا، انام فيا، اقوم فيا، امشي فيا، يعمل فينا ايه اكتر من كده؟ افاخذ اعضاء المسيح، اخد ايدي، اخد عيني واجعلها اعضاء زانية؟ دي اعضاء، اصبحت دي اعضاء مين؟ اعضاء السيد المسيح له المجد. عشان كده قداسة البابا شنودة الثالث يقول لنا كل ما تنوي ان تفعله اطلب ربنا واساله اولا، هل ستفتح يا رب امامي بابا لادخل في هذا المشروع؟ هتفتح قدامي باب كويس ان انا اخد قبول في عينين البنت دي عشان اتجوزها؟ لو ما كانش ليها نصيب خليها هي ترفض، اقفل الباب انت، ان فتح الله امامك بابا فادخل واعمل واستمر في العمل. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، شايله على أجنحة النسور، سلمنا فصرنا إيه؟ نحمل. رأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه به، وكانت بركة الرب على كل ما كان في يد يوسف الصديق. نشوفه كده، اداله لطف، بسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس السجن. ده مسجون، اداله في عينين رئيس السجن لطف وإيه؟ ونعمة. فخلاه بقى ايه؟ دفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى، اصبح يوسف جنرال مانجر، بعد ما كان مسجون اصبح هو مدير ايه؟ مدير السجن. شالوا على سلمنا فصرنا ايه؟ نحمل. بس قد ايه؟ سنين. جه فرعون قال هل نجد مثل هذا رجلا؟ بصوا الكلمه بقى، فيه روح ايه؟ في روح ايه؟ في روح مين؟ هو فرعون يعرف الله؟ حاجه عجيبه جدا، نطقها وهو لا يعلم، هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ وبعدين لما فسر له الحلم قال له ها انا ذا، انظر ها انا ذا قد جعلتك على كل ارض مصر، وخلع خاتمه، شال خاتمه من صباعه حطه في صباع مين؟ يوسف. وبعدين البسه ثيابا بوص اللي بيلبسوها الامراء والوزراء، ووضع طوق ذهب في عنقه، حط له قلاده من ذهب في عنقه، وركبوا المركبه الثانيه وقال لهم نادوا امامه ان كل الشعب يسجد، لما يوسف يمشي كل الشعب يسجد ويركع امام يوسف. وقال لهم بقى ايه؟ مفيش واحد في ارض مصر يرفع انسان يده او رجله الا باذن مين؟ الا باذن يوسف. باب السماء مفتوح امام ايليا، قال لا يكن طل ولا مطر الا عند قولي. 3 سنين وايه؟ ونص، مفيش
ولا طل ولا مطر. الانبا ابراهام ابن زرعه قالوا له لازم تنقل جبل المقطم، المعز قال له لازم تنقل ايه؟ جبل المقطم. فبقى راح وهو معاه سمعان الخراز يسجد المطانيه ويقول كرياليسون، يقوم الجبل ايه؟ يتشال. لما يتشال زلزال وتراب بقى ويتقطم، بيتشرخ الجبل. المعز خاف، كل ما يضرب مطانيه يقوم الجبل ايه؟ يتقطم. قال له كفايه كده. فايام المعز نقلوا جبل المقطم اهالينا. انتوا نقلتوا جبل المقطم؟ ها؟ امتى؟ ده ايام المعز نقلوه. احنا بقى شعب مصر هنا بقى دلوقتي نقلتوا جبل المقطم؟ ما نقلتوش جبل المقطم؟ نقلت مين؟ الله عليك، من اسكندريه لاسوان. ده بقى مش جبل، ده اصعب مليون مره من جبل المقطم، لان مسك كل مفاصل الدوله، محافظين، وزراء، رؤساء مجالس ادارات، كل حاجه. 30 يونيو 33 مليون بيهزوا ارض مصر كلها. نقلت ولا ما نقلتوش؟ ايهما كان اصعب؟ جبل المقطم ايام المعز. اديكوا شايفين تركيا اهو، قادرين يعملوا حاجه؟ شايفين العراق؟ اللي بيحصل في العراق ده كان هيحصل فين؟ نقلتوا جبل المقطم ولا ما نقلتوهوش؟ نقلناه. عشان كده احنا بنشوف السيد المسيح في مجده بقى اللي شفناه في سفر الرؤيا، نراجع بقى مع بعض في لاهوته، يقول حملتكم على أجنحة النسور. ولولا انه شلنا على أجنحة النسور ما كناش بقينا قاعدين دلوقتي في الكنيسة هنا، ولا كنيسة كانت هتبقى موجودة في هذه البلد، كان كله هيبقى زي العراق وزي ايه وزي سوريا كده. نراجع بقى مع بعض سفر الرؤيا كتب سنة كام؟ 95 ميلادية في جزيرة اسمها بطمس. أول كلمة في السفر إيه؟ إعلان. قال سمعت ورائي صوتا عظيما كصوت، التفت لأنظر هذا الصوت، شاف السيد المسيح في مجده، شعره لونه خارج من عينيه، صوته زي صوت، خارج من بقه سيف ماضي ذو حدين، وشه مضيء زي متسربل بتوب لغاية متمنطق منطقة من عنده الورا. ما بيقولوش ليه؟ ده انا هتحاسب عليك واحد واحد صدقوني. متسربل بتوب لغايه متمنطق بمنطقه من عند العهد والعهد الجديد، رجلاه مثل النحاس المحمى في اتون النار، ماسك في ايده سبع كواكب، انبا انطونيوس كوكب البريه، وماشي في وسط سبع. قال له انا الالف الاول البدايه. قال له اكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون. بعدين ملا سبع رسائل، الرسالة تتكون من سبع عناصر. أول حاجة يقول له هذا يقوله، وبعدين ثلاثة بحرف وثلاثة بحرف، العين عارف أعمالك عندي عليك، بعدين يديله علاج بحرف الياء يشجع يغلب يسمع، ومن له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. طب ليه ما قالش من له عينان للنظر فلينظر؟ ليه قال من له أذنان؟ نعم، عشان نسمع أكتر من الكلام. جميل، طوبى لمن آمن ولم يرى. جميل. طيب العين بتشوف في النور بس، والودن تسمع في النور وفي الظلام، مش كده؟ العين بتشوف في اتجاه ده بس كده، الودن تسمع تقول كل، يعني لو حد خبط حاجه ورايا كده العين بتنام، الودن نمش. يعني انا لما اجي اخش مثلا عايز اريح اقول لهم لو سمحتوا ما تعملوش صوت عشان انا بصحى من دبه الايه؟ دبة النملة. فالعين سهرانة 24 ساعة، الودن سهرانة 24 ساعة. عشان كده قال من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ناخد الأسئلة بقى. اوعوا تنسوا الإصحاح الأولاني، ترجعوا البيت تقروا أرسف رؤيا الإصحاح الأولاني عشان ما تنسوهوش. مفيش أسئلة؟ طب الحمد لله.
شكرا ربنا على باشمهندس. بنشكر ربنا كتير خالص على محبته لينا، والحقيقه الباشمهندس خاطر النهارده فعلا جبر كل الخواطر. ربنا يبارك في حياته. وطبعا مع الدكتور عادل بقى لينا لقاء ثابت. يا دكتور عادل في شويه تنبيهات صغيره كده.